قول لي يا بول. ايوه انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. انت اصطدت قبل كده؟ والله يا جلال بيه احنا عندنا شاليه صغير كده في الاسماعيليه لما بروح بصطاد. جار؟ لا لا بوص. خوص. بقول له جار يقول لي خوص. خوص ايه؟ لا يا عمي لا. استنى يا ابني لما اخلص ضحك. خوص. خلصت؟ خلاص. بوص انت كل ده كنت بتضحك غلط. ما انا فاهم خوص. برضو اتفضل اتفضل يا بول. بوص بوص. امشي. ايوه اركن على ايدك اليمين اهو كده. تعال اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا بلبل. اهلا اهلا. ما شاء الله يا عمي ما شاء الله. حلوه قوي الفلوكه دي. على فكره انا بحب الصيد مش السمك، عشان كده انا اتجوزت 3 مرات. طبعا ما تقوليش انك بتحب الصيد زيي. طبعا امال انا اصطدت ياسمين ازاي؟ طب بعيد بعيد. احنا ايه مش هنتحرك بقى ولا هي دي خروج هنفضل قاعدين كده؟ عليهم كده. ماشي يا ابوكي. بس ايه رايك في بابا؟ والله لذيذ بس عارفه اوفر شويه. اوفر يعني ايه؟ بس بقول له مش عارف ايه، قال لي استنى لما بطل ضحك وانا بخبط عليه وباخد دوش. لا هو بس بيحب يدي كل حاجه وقتها بالظبط. اه لسه كمان بقى لما ياخد عليك هيحصل ايه؟ هيفك. هيفك ويحصل ايه ما هيفك؟ هيجري يعني. احترم نفسك. بلبل اهو. فك فك. اجري اجري. اهلا كابتن بلبل. من شويه. اهلا اهلا. منور اعالي البحار. بوجودك والله بوجودك يا عم. هات لي كل ما غير. ايه ده لقيته ايه كنز ولا ايه؟ احنا هنا يا ابني بنصطاد بجد. انت شفت الطعم اللي بنصطاد بيه؟ انا ما شفتش حاجه خالص لحد دلوقتي لسه. طعم؟ جمبري جامبو. واو. صبيت. جمبري وصبيت؟ هتصطاد بالجمبري والصنبيت؟ طب على كده هتصطاد ايه بقى؟ رز؟ على فكره انا قلت رز هتطلع بتضحك تاني غلط. حضر الطعم عشان نصطاد. تعالى معايا. حاضر. احنا هنا بنصطاد تونه وهغديك منها. تونة؟ عايز تغديني تونة؟ بتأكل السمك جمبري وصبيته هتغديني أنا تونة؟ لا أنا هتغدى طعم. خليني مع السمك أحسن. تلاتين سنة صيد عمري ما اصطدت سمكة زي دي. ودي تعمل كام علبة تونة دي يا عم؟ تونة إيه؟ دي قشرة بياض يا ابني. طب تعمل كام علبة قشر بياض يعني؟ أنا لما أرجع هزل عمك عزيز ويسري وفؤاد، هزلهم كلهم وأوزع عليهم الصور وأقهرهم. ممكن أتصور معاه؟ طبعًا يا حبيبي، أتصور على ملبس وأرجع وأتصور أنا كمان. ماشي ماشي. أوفر بس. ثانية واحدة. يلا يلا. سمايل. فعلًا فعلًا سمكة رهيبة رهيبة. هلا بلبل انا جاهز للصوره التاريخيه. فين سمكتي؟ ها انت فين سمكتي؟ ماليش دعوه بلبل وقع. طب هتعالوا بالتدريج. طيب هي وقعت هنا لما انت اتاخرت فزيت ومشيت. ما لحقتش اصور جنبها. خد صورتي خد صورتي يا عمي انا مش عايزها. اقول ليه عايزين يسري دلوقتي؟ في فؤاد كمان حضرتك كنت عايز تغيظه ولا ده مش فارق معاك انك اهدى 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 اهدى. ولبس قميص جديد وبتاع. هنلاقيها هنلاقيها يا عمي ان شاء الله. هتروح فين؟ هنلاقيها. هتلاقيها هنا ولا هنا ولا حاجه. هنلاقيها يعني اصطاد هيصطاد غيرها. اهدى اهدى بس يا عمي اهدى. سمكتي اهدى. فعلا اوفر برضه يا عمي. يعني الجمبري موجود والطعم موجود والسمك موجود. نصطاد احنا جايين نصطاد. ما احنا واحنا جايين احنا جايين نذاكر. احنا جايين نصطاد رحله يعني. ايه يا عمي نصطادها تاني نصطادها. لا مش دي التانية. كانت ابيض واسود. عايز سمكتي. أمل 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 أمل.
اخلص الصوت ده بيقشعرني. مضايقك انت الصوت ده؟ امال يعني عايز اغلس على المنشار؟ هتاخدي بالك لا يكون الفار معدي ولا حاجه تطير القبض. اشوف انه لسه جوه. الله يا ساتر. ايه ده؟ ايه الزباله دي؟ عامل ايه؟ ما انتوا مش حاطين باسكت في الاوضه. ايه ده القلم ده لقيتيه؟ يا ده قلبت عليه الدنيا. شوفي كده كان فيه بنطلون كنت بدور عليه فيه هنا كده كده. بقول لك ايه، هي ياسمين بقى هي طلعت السوبر وومن اللي بتطير؟ بتطير ده عليها حته تطير. انما ايه حماده، المهم بغض النظر عن طيرها، يعني انا لقيت الحقيقه فيها كل المواصفات اللي انا عايز تستحق 100% فعلا، عشان كده خطبتها. كنت مبسوط قوي مع ياسمين حقيقي. سلام ايام لحد بس ما حصل حاجه صغيره كده. حاجه ايه تاني؟ حاجه عمري ما هنساها. في يوم من الايام كان في دبانه في المكتب. ده قولي رايك فيه ايه. اي قوي. انت بتعمل ايه؟ دي حسنه يا رامي، دي حسنه. معلش ما قلتها لك. ايه بتزن انت بتعمل ايه يا رامي؟ يا رامي الدبان ده انا بكرهه. ايه بيقولي الاوفيس بوي يرش المكتب؟ مش معقول كده. فين التصميم؟ خلصيني اهو. كويس ماشي. استني كده. ايه ده؟ ده بني. استني بقى. لا وحش قوي اللوجو ده. التصميم كله بني كده. انت تحس انه بريح؟ لا ده فكرته اجمالا كده على بعض قرف. وحش. مين البني اللي رسم التصميم ده؟ ده وحش جدا. مين دي؟ دي هاله المشد. طب وبتاعت ليه؟ هي تايهه؟ انت تايهه؟ لا دي هي اللي رسمت التصميم ده. ده حلو جدا، ده تحف، حلو قوي. حلو جدا. جالك ازاي يعني الفكره جات لك ازاي؟ طب وايه ومصحف ما سمعت انا الحقيقه مش سامع. طب ابعتها لي مسج لو مفيش عندك سيجنال. ابعتها لي مسج. مش سامع. طب واللون؟ بني حلو وجميل، حلو جدا البني، حلو. بس انا كنت عايز اسال سؤال بس، هو بني ولا بوني؟ بس رني بس انا سمعت حضرتك وحضرتك بتقول ان الفكره اجمالا قرف. شرف. فكره اجمالا فيها شرف، تحس ان فيها شرف كده. لا انت ليه فاكره كل الكلام كده؟ لا فرفشي كده وفرفشي وما تعيطيش وابتسمي وشك جميل. طيب انت خريجه سنه كام؟ 2009 امتياز مع مرتبه الشرف. 2009 ده انت لسه بالكرتونه.